خليكم معايا في الترافوه. احنا تيم بلاتينم، انا محمد البالي، جاسر زغلول، عبد الرحمن اسامه، دعاء خالد، وانا سليم المنتصر. وتحديدا سنه 1973 في مدينه السويد، يوم قرر جان بالك ان هو يروح يسرق بنك. بالفعل نجح وقدر فعلا يدخل البنك وحاول ان هو يسرقه. احتجز تقريبا 12 دينار وفضل محتجزه كام يوم. كان في محاولات كتير جدا من الشرطه ان هم يدخلوا يصوروا الرقم ده باقل مزايا ممكنه. الشرطه فعلا نجحت ودخلت وقبضت عليهم وقبضت على العصابه. طبعا احنا كلنا متخيلين دلوقتي ان هي بتنهي القصه العاديه، ان خلاص كده الرهائن دول هيشهدوا ضد العصابه ديت. لكن اللي حصل كان حاجه غريبه جدا. بعد المحاكمات اللي حصل ان الرهائن دول كانوا بيشهدوا مع العصابه اللي قتلتهم، والاكثر من كده كمان ان هم كانوا موكلين محامين عشان خاطر يدافعوا عنهم. ديت كانت حاجه غريبه جدا. طب ايه اللي يخلي انسان ممكن يتخلى عن هويته بالطريقه ديت؟ الحقيقه ان بعد تفكير كتير وبحث من العلماء قدروا يوصلوا ان ده ظاهره نفسيه متلازمه نفسيه بسموها ستوكهولم سيندروم، على اسم المدينه ستوكهولم في السويد اللي حصل فيها الحادثه ديت. طب هل كانت ديت الحادثه الوحيده اللي حصلت؟ الحقيقه دي كانت الحادثه الوحيده. فبعديها بسنه واحده بس، الشاب البالغ من عمر 19 سنه كاتي هيرست تم اختطافها من شقتها في كاليفورنيا على يد جماعه الاس ال اي، جماعه التحرير الكافولي. الحقيقه كان هدفهم ان هم يضغطوا على عائله بنت سياسيا منهم عائله قويه وعندهم نفوذ عليها في البلد ساعتها. فاتي قضت معاهم فتره طويله قوي، في الاول كان زعيم بيعتزلها بالقتل، وبعديها بفتره ابتدى يعني يفك عنها شويه. فاتي ساعتها تعرض عليها ان هي يعني يسيبها تمشي، لكن الحقيقه ان هي رفضت. بعديها بفتره ابتدت تخش معاهم في نقاشات سياسيه، لا وكمان ابتدت ان هي تسرق معاهم. ده فيديو بيوضح فيها وهي ماسكه سلاح وبتهدد الرهائن. المهم في 18 سبتمبر 1975 اتقبض عليها، وفي اثناء محاكمتها قالت ان هي تم لسم مكرها على يد جماعه في صباح 2 مارس 1998 الطفله البالغه من عمر 10 سنين ناتاشا كامبش كانت رايحه المدرسه عادي. الحقيقه ان هي لا عرفت تروح المدرسه ولا عرفت ترجع بيتها. وفي اثناء ما هي ماشيه اوت اوف نوير الراجل يضرب الميني فان ويشدها بكل عمق ويرميها جوه ويزيد في لمح البصر. الراجل ده كان وولف جانج فيجول بي فني اتصالات نمساوي شيك الاصل. الحقيقه وولف جانج كان عامل حاجه يعني عظيمه. الراجل ده كان عامل اوضه تحت الجراج اللي هو السن تحت البيت. الاوضه دي كان حاطط فيها دي في دي بلاير في شرايط مسجله عشان ناتاشا ما تعرفش اللي بيحصل بره وان الدنيا حرفيا مقلوبه عليها. وكان بيديها كتب عشان تثقف نفسها يعني وكده. وولف جانج ناتاشا قضت 6 شهور في البدايه ما بتخرجش من الاوضه. وبعديها بفتره ابتدت تخرج وفي عيد ميلادها 18 بعد 8 سنين. 8 سنين حرفيا اللي هي فتره مراهقتها. ناتاشا كانت يعاني واقفه بتقول في ميني فان اللي هي اتخطفت فيها، وكان وولف جانج ساعتها في مكالمه مهمه ومع صوت المكنسه العالي وباب الجراج اللي كان مفتوح. ناتاشا تخرج منه وتهرب من السجن بتاع 8 سنين. ساعتها وولف جانج ما استحملش الصدمه وراح رمى نفسه قدام اول قطر كان في شركته وانتحر. دلوقتي هنتكلم عن ايه هي متلازمه ستوكهولم. زي ما سمعنا الموضوع فعلا غريب. ايه اللي يخلي شخص يتعاطف مع شخص تاني بيحاول يزيد سواء كان اذى نفسي او جسدي وممكن في اي لحظه يموته؟ الموضوع ممكن يزوق اكتر وتعاطفه معاه يزيد اكتر زي ما شفنا مع ماتي هيرس. فكان لازم الطب النفسي يتدخل. فالطبيب النفسي والباحث في علم الجريمه هانس بيجيرو وده اللي استعان بالشرطه عشان تفصل اللي حصل ده. سمى هذه الزياره العجيبه بيه ستوكهولم سيندروم او متلازمه ستوكهولم، واللي تعاطف بعد كده بالتيرور بروتين ودوت بيبقى ترابط مصاحب بالصدمه والرعب. وحقيقه فصل العالم دوت ان ستوكهولم هي حاله نفسيه بيكون فيها الضحايا مشاعر ايجابيه تجاه المجرم او الابيوز المعتدي. بيحصل لهم بمناسبه العالميه يعني بامتداد الطفوله. بيحصل لهم بمناسبه العالميه يعني بامتداد الطفوله، تقريبا بيرجعوا زي الاطفال تاني بالظبط. بيبقى رؤيتهم للمجرم دوت انه مصدر للخير والشر، السبب العقاب، وده بالظبط اللي بيحسوا بالردود التاني ونفس الاحساس اللي بيحسوا الاطفال ناحيه التعليم. وده بيخلي حالات ادبيه بسيطه زي ان المجرم يجيب الضحايا او بس مجرد ان هو يسيبهم عايشين. كان بيخلي المجرم كان بيخلي الضحيه تتعامل مع المجرم بانسانيه جامده جدا وتتعامل معاه بطريقه كبيره مش مفهومه. خلينا نوضح لك موضوع اكتر. ليزابيس اودرين ودي كانت واحده من الرهائن المصابه بالكلاستروفوبيا ودوت الخوف ده خوف من الاماكن الضيقه والمغلقه. في حادثه البنك ليزابيس كانت عاوز تخرج من المكان القبو ده او المقفول ده، فالشركه كان بيسمح لها انها تخرج بس بشرط ان هي تكون مربوطه بحبل حوالين رقبتها. بعد ما الموضوع خلص وقبضوا على جان ايريك وحرروا ليزابيث وباقي الرهائن،
اليزابيث كانت بتقول ان هي زعلانه جدا على اللي حصل بيه لجان، وان هي سعيده منه جدا، وبتقول ان هي انسان طيب ومش فاهمه ليه اللي حصل ده. من غير وعي لو جينا فكرنا في الموضوع فعلا غريب. طب هو ده كان حماسه في الاول، بس لو جينا بصينا من ناحيه سايكولوجيه هنلاقي ان السبب الاساسي في الموضوع هو غريزة البقاء، وهي غريزه اساسيه ككائنات حيه عموما، وبالتحديد عندنا احنا كبشر. احنا كبشر لازم نفضل على طول الحياه ونحارب اي حاجه تهددها بدون وعي او تفكير منطقي. وده بيخلي توماس سيلز اللي هو متخصص في التفاوض في حالات الرهائن قال ان حاجه الرهينه انه يفضل عايش اكبر بكتير من حاجته انه يفكر ان هو مخطوف وان هو لازم يكره اللي بيعتدي عليه دوت. وده بيخلي عقله يدخل في حاجه اسمها ديفنس ميكانيزم، اليه الدفاع. ودي هنعرفها اكتر مع باشمهندس محمد. كل واحد بيتفاعل تحت الضغط بطريقه مختلفه، لكن المصابين بتاعت ستوكهولم بيجي لهم ردود افعال غير متقاربه، وده لان مخهم يخش في اليات دفاع غير طبيعيه علشان يخرج امان تام من الخطر. ومن اخطر الديفنس ميكانيزم بيخش فيها هي الامبليكيشن اوف ذا اجريسور، وهو ان المخطوف بيقتبس عقليه وشخصيه الخاطف ويتيح له في كل حاجه زي ما عرفنا في قصه باتي باسكو. وللاسف الاعراض دي ما بتبقاش نفسيه بس، لكن في جزء معين من المخ اسمه الليمبيك سيستم، وهو الجهاز المسؤول عن معالجه المشاعر والذكريات وبالاخص مشاعر الغضب والخوف والقلق. فمع الادرينالين والضغط بيبدا يجي له خلل، وان هو يبدا ينسى، يجي له سيكوجينيك انفيجيا، وان هو يجي له فقدان للذكريات بالاخص الذكريات المتعلقه بالخاطف. فممكن ينسى ان هو كان بيعذبه او ان هو كان بيخليه بيعتدي عليه. وممكن كمان ينسى اصلا ان هو الخاطف دي، فممكن يكون يعتبر ان الخاطف ده بالنسبه له زي حد يعني صديق ليه، ولكن هو في الاخر هو خاطف ليه. وانا هتكلم بعد كده عن الحالات المشابهه لستوكهولم سيندروم. الحالات يجي السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، هل انت مصاب بجازم ستوكهولم؟ في الحقيقه خليني اقول لك ان مصاب بجازم ستوكهولم بقى اوسع واشمل بكتير من حتى خطر احتجاز الرهائن، وبيشمل اي حد تعرض للعنف او الاذى او التهديد من اي نوع. فانت نفسك ممكن تكون تعرض لستوكهولم وانت مش عارف. الشخص اللي بيسرق كل حقوقك ويرجع يديك جزء منها هو كده بيخلع عنك بجازم ستوكهولم. زي ما وضحنا ان السبب الاساسي في بجازم ستوكهولم هي غرس البقاء. زمان البقاء على قيد الحياه كان هدف اساسي عند الانسان، لكن دلوقتي الموضوع اختلف. بقى جزء كبير من هويتنا الذاتية بيحددوا مستوى شغلك ودخلك، والعمل ده يمثل البقاء لأغلب الناس. وده خلينا ندخل في حاجة اسمها كوربت ستوكهولم سيندروم أو مدرسة ستوكهولم الشركات. بقينا بغير وعي من غير وعي بنحارب أي حاجة تهدد ده اللي هو دلوقتي بقى غرس البقاء عندنا اللي هو عملنا، حتى لو هيجي على حقوق غيرنا أو حقوقنا. فلازم تعرفوا هو حاجة واحدة بس، لازم تعرف أنت كويس جدا. زي ما عليك واجبات ليك حقوق، ما ينفعش أي حد يسلب منك ولا جزء بسيط من حقوقك أيا كان هو مين. نفس الكلام ينطبق عليك. ما ينفعش تسلب من اي حد حقوقه او تفرض عليه واجبات اكتر، لانك ساعتها بدون وعي هتحول لانسان توكسيك، اذيته لنفسه واقرب الناس ليه هتبقى اسرع منه. بالاخير احب نشكر دكتور فنه.